مفاجآت من العيار الثقيل وتوازنات جديدة سترغم كتلاً على التفاوض لعقد صفقات تحالفات. لا، هذا كان قبل الانتخابات الحالية وقانونها المحوري الذي يمنع انشقاق أي عضو وانضمامه إلى حزب أو تحالف آخر إلا بعد تشكيل الحكومة. قانون وضع لقطع الطريق على إيران بالتحديد، لكن عقدة النتائج تكمن في عدم وجود أغلبية لاختيار رئيس الوزراء وتشكيل حكومة. بذلك الخيارات هي الضغط على الصدر للالتئام في البيت الشيعي بتدخل إيراني شديد مستبعد، كونه يرفض التواصل مع نور المالكي الذي فاز بالكتلة الثالثة في البرلمان، أو أن ينضم الصدر إلى تحالفات شيعية أخرى كالفتح والنصر والحكمة. لكن لا يمكن تجاهل رسالة الصدر فور إعلان النتائج: انتصرنا على الميليشيات، غير أن ضغوط المرجعية قد تجعل هذا السيناريو وارداً. الخيار الأخير والأكثر ترجيحاً أن يتحالف الصدر مع كردستان العراق وتحديداً الحزب الديمقراطي الكردستاني المتفوق والذي أعلن تأييده الكامل للصدر، إلى جانب التحالف مع المعسكر السني وتحديداً الحلبوسي الذي كان وراء عدول الصدر عن قرار عدم ترشح كتلته للانتخابات في يوليو الماضي، أمام خيارات تدرك الميليشيات أنها أضعفت حظوظها، سارعت أغطيتها السياسية إلى رفض النتائج وحتى طلب إعادة الفرز اليدوي. تبقى الهوة هذه المرة أكبر من تلك التي كانت في 2018 حين كان الفارق مقعداً هنا أو هناك، هذا إذا لجأت الميليشيات إلى الإجراءات القانونية أصلاً وناورت بالقوانين وليس بالسلاح.